مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل تشهد تجارة بيع التوابل رواجا كبيرا عبر مختلف المحلات المنتشرة بوسط مدينة الجلفة، والتي تفنن تجارها في تزيينها بطريقة فنية تثير الزبائن. راكم تشوف عاد نقاش الحمد لله من نصف شعبان كل يوم هكا تشوف، خاصة هذا التوابل تعطينا نكهة و سموا كما نقولوا السلعة الحمد لله راهم يجونا من كل مكان. من بين التحضيرات المرتبطة بهذا الضيف المحبوب على قلوب الجزائريين، نجد ربات البيوت بولاية الجلفة يتسابقن لاقتناء مختلف أنواع التوابل وغيرهما من المواد الغذائية التي تستخدم لإعداد الطعام. نصرفوا قاعدين المصرف تاع حوايج تاع رمضان هذه، كما نقول الفريك، الزيبيس، البرقوقال، العنب اليابس. وتبقى هذه التوابل من أساسيات الطبخ في رمضان، وهي مصدر النكهة في الأطباق الرمضانية بولاية الجلفة.